المدرب الوطني لكرة القدم نور الدين قريشي ندوة صحفية تم التطرق خلالها إلى أهمية اللقاء الذي سيجمع المنتخب الوطني بنظيره الرواندي السبت القادم بملعب مصطفى تشكر بالبليدة. ليلى بن فرحات. نور الدين قريشي الذي نبع عن المدرب الأول فاحدة للوزيج لم يفصل في أمر التشكيل التي ستواجه رواندا هذا السبت بالبليدة. الإصابات المسجلة على مستوى التعداد لم تسمح للطاقم الفني في ضبط أمور التشكيلة النهائية ما عدا حالتي مجيد بوغرا ومحمد لامين عودية اللذان تأكدت عدم مشاركتهما وإمكانية تواجد بودبوز وقدير ضمن التشكيلة. بالنسبة لمقابلة رواندا فأنا أكيد بأننا لن نغامر بلاعبين غير جاهزين بدنيا 100%. مساعد المدرب تحدث عن لقاء رواندا وأعطاها الجانب الأكبر من توقيت الندوة الصحفية. فزنا بثلاثة أهداف لصفر أمام النيجر، ما يهمنا الآن في هذه المباراة هو الفوز وتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف لتفادي الترتيب على أساس النقاط. مباراة رواندا هامة، وفي تصفية كأس العالم لا يوجد منتخب صغير وآخر كبير. نور الدين قريشي عبر أيضا عن ارتياح الطاقم الفني واللاعبين بعد قرار الفيفا بنقل لقاء المنتخب الوطني بنظيره المالي ضمن نفس التصفيات إلى بلد آخر، كما تحدث عن العلاقة الجيدة بين اللاعبين خلال هذا التربص. منذ فترة لاحظنا أن الفريق الوطني يتقدم وخاصة فيما يخص العمل الجماعي.